أنا ماجد حميد إلى هذه المقابلة الخاصة مع السيد عثمان علي الغانمي رئيس أركان الجيش العراقي أهلا بك سيادة الفريق يا أهلا وسهلا وأبدأ الحوار من أزمة ما زال يعاني منها العراق بعد تحرير العديد من المحافظات بعد سنوات ما زلنا نعاني من أزمة الحدود كيف ممكن ان ان يكون هناك حل لهذه الازمه داعش الذي سيطر على دير الزور قبل ايام العراق راسا اعلن حاله تاهب وارسل العديد من القوات كيف هو الوضع على الحدود وكيف مسك هذا الشريط الحدود الذي يمتد لمئات الكيلومترات مع سوريا بعد القضاء على داعش عسكريا بدات الخطط والتفكير الجلي بتحقيق امن مستدام من خلال اولا يجب ان تمسك الحدود بقوه هذا ما عملنا عليه والتنسيق مع الجانب السوري باعتبار هو الجهه الشرعيه لحد الان ويعتبر المسرح العراقي السوري في الحسابات العسكريه هو مسرح واحد ولذلك بدانا بالحدود المسك بقوه اجراء التحكيمات والتحصينات اجراء التعزيز بلواء مشات الي لما يمتلك من قوة نارية قابلية مناورة رد فعل سريع إضافة إلى التقنيات الحديثة ما يخص طائرات الاستطلاع والمدفعية الحديثة بعيدة المدى وقواعد متقدمة لطيران الجيش والطيران السمتي الاستطلاعي المسلح و. مسكنا الحدود خصوصا بعد ما حدث قبل فتره اسبوعين من هجوم قوي لقوات داعش على قوات سوريا الديمقراطيه الماسكه بالشريط الحدودي امام قواتنا وانسحاب قسم منهم او انسحابهم الى مقراتهم. حتى نخلق حاله التوازن على الحدود بعد انسحاب تلك القوات ونوع العوده الى السياقات مسكنا حوالي 10 إلى 12 نقطة من النقاط اللي هي بتماس مع قواتنا واللي تهدد أمن الموضع الدفاعي ونعتبرها بمثابة كمين متقدم تم مسكها من قبل قواتنا قطعات الفرقة السابعة وأمننا الحدود وبدأنا خطواتنا اللاحقة بتحقيق الأمن المستدام من خلال ملاحقة الخلايا النائمة طيب هناك مشكلة هل لديكم أي تنسيق مع القوات الكردية الموجودة على الجانب الآخر من الشريط الحدودي هذه أولا ثانيا هناك عدة صنوف من القوات موجودة على الحدود الجيش العراقي حرس الحدود والحشد الشعبي هل هناك قيادة واحدة لعملية الضبط لهذه القوات الموجودة على الحدود العراقية؟ أولا أبدأ بسؤالك الأخير هو مبدأ وحدة القيادة قائد عمليات الجزيرة يمارس القيادة والسيطرة على كافة القطاعات اللي موجودة ضمن قاطع المسؤولية اللي هي قطاعات الجيش قطاعات الحدود المرتبطه بوزاره الداخليه وقطاعات الحشد الشعبي والعشائري في تلك المنطقه وهذا القائد حقيقه دائما مستمر بعمل التعرضي مستمر بالمؤتمرات التنسيقيه ومستمر باداره المعركه الدفاعيه مالته بشكل دائم وعلى تنسيق مستمر معنا شخصيا نعم موضوع التنسيق او ال الاتصال مع القوات الكرديه الموجوده في الجانب الاخر على الشريط الحدودي في المناطق السوريه. ما يخفى على الجميع انه دائما لدينا تنسيق كبير جدا اولا في العمق السوري مع الحكومه الشرعيه باعتبارها تمثل الدوله السوريه لحد الان ولذلك لدينا تنسيق ما يخص تبادل الاستخبارات قد تقوم طائره الاف 16 بتنفيذ ضربات جويه بالعمق السوري وهذا ما متفق عليه. خصوصا انه على اهداف قويه جدا مراكز القياده والسيطره او مستودعات الذخيره والمواد المتفجره. التنسيق مع قوات سوريا الديمقراطيه مخولين قائد العمليات باللقاءات المستمره مع القائد الميداني لتلك القوات. ولدينا تنسيق قديم معه منذ مسك الحدود وطرد داعش والقضاء عليه عسكريا. وحقيقة هذه التنسيقات حتى بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من تلك المواقع من مواقع دير الزور اللي متمثلة بمنطقة حجين إلى منطقة السوسة السورية احنا مستمرين لحد الآن بالتنسيق يعني جنابك رئيس أركان الجيش العراقي ذو رتبة خدمت في الجيش العراقي لسنوات هناك من يقول بصراحة بأنكم لن تستطيعوا السيطرة على المناطق الصحراوية هناك من يقول لماذا لا يتم إنشاء قوة خاصة تعرف بقوة الصحراء هناك من يقول لماذا لا يتم وضع خطوط عرض كما كان في التسعينات والثمانينات هذه المناطق محرم دخول عليها أي من الرعاة أو البدو الموجودين في تلك المناطق لكي تتمكنوا بأن أي أحد يدخل إلى تلك المنطقة يعتبر عدو ومن ثم يستهدف لأن المنطقة صحراوية شاسعة جدا دائما من يتكلم بهذا الأسلوب خارج المهنية لدينا دائما أكو دراسات وكراسات رسمية وخبرة عملية أكو قتالات خاصة اكو القتال في المناطق المبنيه، اكو تعبئه واداره معركه خاصه بها سواء في معركه دفاعيه او معارك تسلل ايضا في المناطق المهجره في المناطق المسطحات المائيه وفي المناطق الصحراويه. اعتقد الان الجيش العراقي اكتسب خبره كبيره في هذا المجال. اقامه خطوط الطول والعرض او محاربه الناس بارزاقهم نحن ليست في هذا الطور. منع الرعاة اعتقد يولد اثر سلبي الان الجيش بدا بعلاقات متناميه الجيش اصبح في خدمه المواطن الجيش الان يعني يعزز امن المواطن ويعزز حتى الجانب الاقتصادي للمواطن اما اقعد احارب اني الرعاه الرحل او البدر الرحل بارزاقهم وتحركهم مع البقعه الخضراء او مع الماء هذا خطا طبعا ولذلك لدينا سياقات لدينا كراساتنا الخاصه لدينا تعبئتنا الخاصه بهذا المجال اني يعني كثير من الصحراء مغطيها استخباريا الان اي معلومه تجيني والدليل على ذلك أن عملياتنا بدات تنجح كلها بدات تصير عباره عن عن هجوم مباغت هجوم سريع هجوم اجهاضي ماكو ما عمليات يحقق الان بالصحراء بدا يتقهقر تماما في الصحراء الان دنفجر بالمضافات مالته والمستودعات مالته بالجمله يوميا يعني في تلك المناطق احنا بدا يتقهقر وينسحب باتجاه العمق السوري طيب هناك نقاط مهمة حول تواجد الجيش العراقي في المحافظات المحررة هل هناك آلية لعملية سحب الجيش خارج المدن وكذلك الحشد خارج المدن والإبقاء على الشرطة المحلية أو شرطة الطوارئ أو الشرطة الاتحادية في تلك المحافظات وهناك نقطة مهمة في العاصمة العراقية بغداد هناك عدم رضا مثلا لسحب الجيش من جانب الكرخ يعني هناك من يقول بأن هذه القوات تعودت تعود عليها أبناء هذه المناطق ولديهم علاقات طيبة مع هذه القوات ومن غير الممكن أن تستبدل هذه القوات وتصير حالها حال الرصافة أولا في بغداد لدينا لواء ناقص فوج فقط في كل بغداد داخل بغداد على أطراف بغداد نعم على حزام بغداد موجود الجيش ولكن في مركز بغداد لدينا لواء ناقص فوج يعني مقر لواء زائد فوج هم فوج. يريدون هذا اللواء أنه أي إحنا دائما نقول العودة إلى السياقات انا كرئيس اركان جيش يجب ان اعد المؤسسه العسكريه مالتي بالشكل الصحيح دائما الاستقرار نعود الى السياقات في كل السياقات الدوليه انه ملف الامن الداخلي يمسك من قبل وزاره الداخليه ما عندنا مشكله احنا يبقى الجيش دائما الجيش يرجع الى المعسكرات يتدرب يتسلح بالاسلحه الحديثه الان احنا في طور الهيكله مالته وبدانا بها بدمج بعض الوحدات بتدريبها تدريب راقي، تجهيزها، تسليحها، اعاده سد النقص مالها ولذلك ملف سحب الجيش من المدن ماظون به لان واجب الجيش هو امن وسياده البلد امن الحدود دائما الجيش يدعم الدستور يدعم القانون يمثل رمز وحده البلد. ولذلك عزمنا ان نعود الى السياقات من خلال سحب الجيش ومعسكراته ولكن في مطلع 2019 ان شاء الله عام 2019 راح نعد خطه نعرضها على دوله القائد العام الخطه تتضمن اسبقيات ما هي المحافظات المشموله باخلاء الجيش ومسك الملف الى الشرطه المحليه ايضا راح تبقى افواج الطوارئ اللي هي ضمن موارد مديريات الشرطه بالمحافظات مع الشرطه المحليه الشرطه الاتحاديه تبقى داعمه واحتياط وفي المرحله او الخط الرابع يبقى الجيش لا سامح الله عند حدوث اي حاله معينه راح يتدخل. نعم، سياده الفريق نكمل هذا الحوار لكن بعد هذا الفاصل، مشاهد الكرام فاصل ونواصل هذه المقابله مع الفريق اول ركن عثمان علي الغاني من رئيس اركان الجيش العراقي، ابقوا معنا. اهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد الى هذه المقابله الخاصه مع رئيس اركان الجيش العراقي يعني تحدثت عن موضوع الجيش لكن هناك من يتحدث هل هناك نيه لانشاء فرقه بغداد او قوه خاصه ببغداد تتكون من عده قطاعات مثل محليه والجهاز مكافحه الارهاب والجيش وتبقى هذه القوه هي ماسكه للعاصمه انا اتحدث الان عن العاصمه دائما نحتكم الى الدستور لا يمكن انشاء هكذا مسميات ولكن من تسالني بالظرف الطارئ اللي حدث انشانا قيادات العمليات ولكن من تاتي الى الحقيقه لا يوجد في الدستور قياده عمليات يوجد قياده فرقه ولذلك الان نتحدث عن الدرجات المشموله بالتصويت في مجلس النواب هم رئيس اركان الجيش ومعاونوه وقاده الفرق فقط ولذلك دائما ابتعدنا عن السياقات لضرورات المرحله اللي يمر بها البلد ولكن لا يوجد هكذا تفكير قطعيا. نعم، هناك ايضا موضوع عملية تسليح الجيش العراقي، هل هناك خطة للتسليح؟ يعني أتحدث معك بصراحة، إلى الآن لم أرى مثلا هناك عملية بناء فوج أو مقر سرية أو مقر فرقة، كل الذي موجود فيه الجيش العراقي هي مقرات سابقة للجيش، يعني لا لا توجد مثلا عملية بناء أو تشاهد أن هناك عملية إنشاء مقرات تدريب لكي يتم إخراج الجيش أو وضعها في مناطق بعيدة عن المدن. أكو موضوعين مهمة. موضوع هي خطه الاسكان الدائم للجيش وبدانا فيها اكو خطه وقتيه تم انشائها مع قوات التحالف مثلا من تاتي الان انشانا مقرات فرق متكامله وفق سياقات نظاميه مثلا بناء مقر متكامل لفرقه مشات في البصره، بناء مقر متكامل لفرقه مشات في محافظه ميسان، بناء مقر متكامل لفرقه مشات في محافظه الديوانيه بناء مقر مشات في أطراف إديالة قيد الإنشاء ضرورات المعركة حركة القطاعات توجهها إلى المناطق الغربية والمناطق الشمالية ولد عندنا أزمة سكن في تلك لأن كانت معارك دفاعية سيارة معارك مطاردة نعتبرها معارك كروفر ولذلك الآن تم إعداد خطة متكاملة للإسكان لقطاعات الجيش في طور المبالغ الماليه مالها ورفعها للمصادقة عليها حسب الجانب الاداري. لا. النقطه الثانيه مناطق التدريب اكو مراكز تدريب تم مناقشتها مع دوله رئيس الوزراء السابق واعتقد الحال راح يوافق عليها وتم رصد كذا مليار لتقويه هذه المراكز واعاده البنى التحتيه والميادين مالها ان شاء الله حتى نخلق بيئه متطور. لدينا تنسيق مع الناتو بخصوص المؤسسات العسكريه اللي هي متمثله بجامعه الدفاع اللي يضم كليه القياده، كليه الحرب، كليه اركان الدفاع الوطني ومعهد اللغات والكليات العسكريه ايضا بطور البنى التحتيه وبناء سكن دائم. طيب هل هناك خطه لاعاده هيكله الجيش يعني تقليص العدد او زياده العدد؟ نحن من نقول هيكله الجيش لا نقول تقليص او زياده. احنا وفق المنظور الاستراتيجي وما معنا درسنا الفرق العسكرية اللي نحتاجها حاليا وثبتنا مواقعها لدينا خطة إن شاء الله مستقبلية بإعادة الهيكلة ما يخص أعداد الفرق تبقى ثابتة قد يصير بدل قيادات العمليات يعني في تعبوي أكبر يعني أكو خطة حاليا مستقبلية لهيكلة الجيش ندرس بها وكملناها بس كفرق الان نركز عليها بمجال الهيكله ما يخص التسليح التجهيز التدريب تبقى ثابته ضمن الاطار العام توزع الرقعه الجغرافيه للعراق مع ملاحظه انه قوات الحدود الان تمسك من قبل الجيش لاسناد بش... بشكل وقتي لان يعني هذا مواجب الجيش. طيب هناك موضوع عمليه التنسيق مع دول الجوار، كيف تصف عمليه التنسيق الاستخباري والامني مع هذه الدول؟ وموضوع التحالف الدولي هل ما زال هناك تنسيق مع الولايات المتحدة بخصوص الغطاء الجوي للقوات العراقية الموجودة التي تقوم بعمليات عسكرية بين الحين والاخر؟ ما يخص التحالف الدولي نفس سياقاتنا مستمرين من ناحية المظلة الجوية، تسليح، تدريب، تجهيز مع الناتو ومع قوات التحالف، المجال العمل الاستخباراتي وحتى العمل المؤسساتي. لدينا خبرات ولديهم خبرات تبادل الخبرات بناء المؤسسات هذا مستمر على نفس النهج وحتى في ظل الحكومه نفس الجديده راح يستمر نفس النهج لدينا خطه خمسيه لتدريب القوات مع قوات التحالف لان اول مره في المنظور تشكيل من اقول تشكيل يعني لواء اللواء قد يكون ثلاث الافواج او رباع الافواج اضافه الى الصنوف الخدمية أو الصاند البيت. يدخل معسكر تدريب كامل ويدرب ويسلح ويجهز من التجهيزات الفردية الخاصة بالجندي المقاتل إلى العجلة المدرعة وإلى السلاح وإلى العتاد فلهذه الخطط ماضون ومستمرون بها ما يخص تنسيقنا مع دول الجوار التنسيق مستمر دائما سواء في الزيارات في تلك الفترة المتبادلة أو التنسيق الاستخباراتي خصوصا الدول التي لديها حدود معنا أو حتى من خلال الاتصال الهاتفي أو ارسال الوفود وما إلى ذلك. طيب اتحدث معك بخصوص موضوع مكافحة الفساد في المؤسسة العسكرية. كيف ممكن أن يتم هذا معالجة هذه يعني أكيد جنابك تسمع يجي قائد فرقة بعدين يرجع ملياردير يعني أنا لا أتحدث عن شيء لدي لكن هذا حديث موجود هل هناك خطة لمكافحة الفساد داخل المؤسسة العسكرية؟ أولا للأسف الشديد هناك من يتحدث من خلال وسائل الإعلام ببيع وشراء المناصب بعد انهيار الجيش في عشرة ستة في 2014 وسقوط مدينة الموصل وتبديل القيادات في وزاره الدفاع. تم تشكيل لجنه لانتقاء القاده والامرين. وهذه اللجنه لديها مواصفات مهنيه وانتقاء القاده والامرين وفق المواصفات ومستمره بعملها. لدينا اجراءات قاسيه جدا بصدد المفسدين. كنت في حديث مع دوله رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة يوم الأحد الماضي بخصوص هذا الملف قد أكو بعض العناصر القليلة جدا اللي هي مستويات وسط فإحنا ما أظن بمكافحة الملف مكافحة نعم تأشرت لدينا سلبيات سابقا وعالجنا حنا عمليات إلى القضاء وحكم حنا آمر اللواء ماضون بتشكيل لجان ماضون بمتابعة الملف ولكن قد في إفرازات المعارك صار تهاون في هذا الملف الآن ماضون جدا اجتثاث اجتثاث كامل والقضاء عليه إن شاء الله مع العلم ما يدور من لغط وحديث بالإعلام المؤسسة العسكرية أعتقد الآن وصلت إلى مرحلة تكاد أن نقول وصلنا 85 الى 90% من قضاء ومكافحه الفساد بها. ما بقيت من جذور الخطط معده وكامله ان شاء الله لانهاء بشكل قطعي. طيب، هناك ايضا مشكله الحدود الفاصله بين المحافظات، يوم امس حدث هجوم في محافظه الانبار في منطقه تقع بين بغداد والانبار، والقائد يقول هاي مو منطقتي والقائد الثاني يقول لا هاي كذلك مو كيف ممكن حل هذه الازمه؟ احنا لا نسمح لاحد ان يرمي الكره بالملعب الاخر دائما اي هجوم يحدث القطعه العسكريه الماسكه احنا دائما بالعمليات ما نتقيد بالحدود الاداريه بخليها في في باله لدينا حدود حركات من اقول حدود حركات ماذا تعني قد اكو حدود مشتركه بين نينوى وصلاح الدين اكو حدود اداريه ولكن قياده عمليات نينوى بتشكيل معين او فوج معين دخلت فد 10 15 كيلو مسكت منطقه في صلاح الدين تعتبر من ناحيه الحركه ضمن مسؤوليه نينوى لا علاقه لنا بالحدود الاداريه ولذلك ما اثير هو معروف من خلال القطاعات الماسكه اين هي القياده المسؤوليه عن الخرق اللي حدث اما ما يخص الحدود الاداريه ما لنا علاقه بها احنا من ناحيه بالجانب الامني. طيب هل تعتقد او اشر لديكم بان هناك من يريد اضعاف هذه المؤسسه العسكريه في العراق؟ اولا المؤسسه العسكريه اثبتت جدارتها واثبتت مهنيتها واثبتت انها كانت رمز ومثال لوحده العراق من خلال الفوج العراقي الان اصغر وحده مقاتله بالجيش يضم كل اطياف الشعب العراقي والان اذا تلاحظ الفوج يعتبر عراق مصغر قاتل في كل المحافظات العراقيه ببساله من يحاول ان يتصيد بالماء العكر ومن يحاول الاساءه الى المؤسسه العسكريه ليتذكر ان الجيش هو سور الوطن ان الجيش هو حامل الدستور ان الجيش هو الامين والحريص على وحده العراق ولذلك احب ان اذكر كل من يحاول الاساءه الى سمعه المؤسسه العسكريه لا تنصب في مصلحة البلد ومصلحة العراق وانما في مصلحة العدو. طيب. هناك موضوع مهم الا وهو موضوع انه كل قياده تبعث الى القياده الاعلى لديها نشاطات يوميه. هناك من يرى بان هذا الموضوع كانك تجبر القياده الموجوده انا اريد من عندك نشاط، روح، روح سوي اي شيء بس انا اريد من عندك نشاط. يعني هل موجود هذا الشيء؟ لا مو نشاط. دائما القائد حريص ان القاطع او المسؤوليه مالته ما يجب ان يخلو من اي عمل اجرامي او ارهابي ولذلك اكو فعل تعرضي يسمونه تفتيش القائد ما نجبره احنا ولا نتدخل به حتى من نريد نسوي يمكن هو يجبر نفسه حتى يظهر امام رئيس اركان الجيش بانه يشتغل لا اسمح لي احنا دائما نقول انه القائد هو قائد هو مسؤول القاطع من يصير شيء انا اجي اقول له ليش صار الخلل هذا وابدي احاسبه ولذلك هو دائماً مو شرط إنه يجوز يعني بس دائماً الدفاع المستكن مبدأ في الجيش يظهر الضعف أمام العدو ولذلك يبدأ العدو بالبحث عن الثغرات ينفذ منها يهاجم القطاعات يقع خسارة مدنين ولكن أفضل وسيلة هو الإجهاض أو العمل التعرض ولذلك قطاعاتنا استمرت بالنهج التعرضي لحين القضاء على كل خلايا الإرهاب خصوصاً أو كل خلايا نائمة موجودة حتى أكون صريح معك. ولذلك العمل التعرضي هو افضل وسيله اما احنا نقول له سوي او نحاسب لا هالشيء هذا ما موجود قطعيا موضوع المناطق المتنازع عليها كنت لعبت دور كبير في هذا الموضوع هل هناك تنسيق ما زال مع قياده اقليم كردستان قوات البيشمركه لحفظ الامن في هذه المناطق تنسيق جيد جدا نقوم بعمليات قبل فتره قمنا في قاطع دياله قاطع كركوك وقاطع اربيل ايضا قاطع قاطع الموصل ان نتفق تارة الجيش الاتحادي يمسك وقوات الاقليم تبدا بعمليه باتجاه الجيش وباسناد القوه الجويه العراقيه او قوات التحالف والطيران السمتي وتارة العكس تبادل الاستخبارات موجوده لدينا في القريب العاجل انشاء عمليات عسكريه مستمره ولدينا خطط ايضا لازاله التوتر بين الموجود الان انه بين هالقوه ماسكه هنا وهالقوه ماسكه هنا هو عراق واحد امن واحد وان شاء الله قوات امنيه واحده هذا نهجنا المستقبلي ان شاء الله. السيد الفريق اول ركن عثمان علي الغانمي رئيس اركان الجيش العراقي شكرا جزيلا لك على هذا الحوار وايضا الشكر موصول لمشاهدين الكرام والى مقابله اخرى.